اهلا بيكم وحلقه جديده وصباح الخير يا مصر، واهلا بيكم في اول ايام الشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين. هنصبح عليكم في مواعيدنا الجديده طول شهر رمضان من الساعه 8 للساعه 10 كل يوم، وعندنا حاجات جديده ان شاء الله هتبسطكم. قبل ما نتكلم عليها لازم اصبح على مصطفى واقول له صباح الخير وكل سنه وانت طيب يا مصطفى. سنه طيبه يا منى، وكل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. اول يوم في شهر رمضان الكريم، يا رب يا رب يبقى شهر يمر سريعا بكل خير وبكل سعادة، وربنا يتقبل مننا في كل الأعمال في هذا الشهر الكريم. خلينا في البداية نبدأ كده سريعا بحاجة ربما هتبسط كل الناس، وخصوصا الناس اللي بتحب النوستالجيا اللي هم جمهور صباح الخير يا مصر، الناس اللي بتحب تسمع فوازير نيلي وشريهان، فوازير سمير غانم، فوازير عمو فؤاد. علشان كده احنا في صباح الخير يا مصر مجهزين لكم فقرة هتفكركوا كويس جدا بهذه الايام الجميله، زمن الفن الجميل. احنا كل يوم عندنا فزوره، فزوره من الفوازير الحلوه، والنهارده هنبتدي بملك التلقائيه سمير غانم اللي متعنا طبعا على مدار سنين طويله، وقدم لنا من ضمن الحاجات الحلوه اللي عملها فوازير رمضان. كان من بين هذه الفوازير اللي عملها الفنان سمير غانم كانت فوازير بتتكلم عن الشخصيات. الشخصيه اللي اخترناها النهارده كانت بطله الحكايه كلنا كنا بنسمعها في الراديو. الحب لحن جميل يتغنى من قلبين، والقلب لما يميل يهنى لسه كمان يهنى بالعين. ان شاء الله تكون مبسوط. مبسوط؟ بعد ايه اللي حصل؟ وامك دعيالك يعرسنا؟ انا عايز اعرف مين اللي عمل فيا سعادتك عاوز حاجه مني ولا اروح انا؟ انا راح اجيب طرشي. طرشي يا ريس. المركب دي راح على فين؟ دي راح يا ابني بلاد لواء لواء. طب خدني معاك الله يخليك. وانت ليك ايه يا ابني في الوقوة؟ انا بصراحة ماليش، بس بعد اللي شفته الليلة دي ما اقدرش ارجع بيتنا ابدا. خدني معاك الله يخليك. نط في المية. هنط ازاي؟ ما تبقاش عيل، ما تيجي تاخدني. هتنط ولا نمشي؟ هنط هنط. بريلا بريليلا عاوزين مين؟ بريل انت عاملين كلانت هوبل؟ انا غلبان وعايز حق التذكرة ارجع مصر. حق التذكرة ارجع بيها مصر. ما تقول يا انت اهبل يالا، ايه اللي بتعمله ده؟ انا ماسك نفسي، انما لو قعدت هطيح فيكوا لحظة يا بيبي. عدو ولا حبيب؟ يا نهار اسود. لا حبيب حبيب، انا عدو ليه؟ شوف سعادتك جايب لك ايه؟ والله وما اسف. تاج هي دي الفوازير اللي هنتابعها معاكم النهارده، او دي فزورتنا اللي موجوده معانا النهارده. مستنيينكم بقى النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، على صفحتنا على فيسبوك وعلى انستجرام، تقولوا لنا حل الفزوره على مدار الحلقه، وان شاء الله قبل نهايه الحلقه هنقول الحل.